بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن العناية التمريضية بعد الولادة من التسمم الحملي. يجب وضع المريضة في غرفة منفردة خاصة لهذه الحالة، لأن التسمم الحملي من الأمراض الشائعة والخطيرة أيضا، وأيضا توفير الهدوء التام، وأيضا مراقبة الأم مراقبة شديدة، ومراقبة آلام النفاس أيضا لتجنب أي مضاعفات، وأيضا وضع جهاز الأكسجين قريب يعني من الأم للتنفس بسهولة واستعمالها عند الضرورة، وأيضا قياس النبض و قياس أيضا الضغط عند التنفس والحرارة كل ربع ساعة، وأيضا الاهتمام بارتفاع درجات الحرارة. يجب على من يقوم عليها الاهتمام ومراقبة ارتفاع درجة الحرارة، لأن ارتفاع درجة الحرارة قد يسبب عدة مضاعفات داخل الرحم. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.